صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من
عبادتك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.